المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم تجسد روح التكاتف البحرينية التلقائية، روح التعاون بين كافة فئات المجتمع لرفعة المجتمع كله. الحلقة اليوم تجسد قصة تعاون صاحبة بيانو كافيه مع إحدى بنات المؤسسة الخيرية الملكية. أعزائي لا تفوتكم هذه الحلقة المميزة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في بيانو كافيه في ضيافة الأخت بدور إبراهيم الماجد في هذا المشروع الرائد. السلام عليكم أم محمد. يا هلا مرحبا. شلونك؟ الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا على الاستضافة. حياكم وأنا الله. وأنا ودي يعني أشكرك على هالمبادرة اللي أنت سويتيها. شرفت. أنت مو بس سويتي مشروع، أنت سويتي مبادرة كبيرة في أن أنت خصصتي جزء من العمل اللي عندك هني يكون دعم للأسر المتعففة وكذلك للأيتام. فبس بغيت أعرف من عندك شلون جاتك الفكرة؟ هو يعني المشروع هاي مشروع الرفوف اللي مأجرة، وهاي كان مشروع موجود من قبل، بس إحنا حاولنا ندخل عليه شيء لما كانوا يجونا بعض الأسر نحس إنهم عندهم رغبة إن يشتغلون في هالموضوع، بس ما عندهم الإمكانية إن يدفعون أجار الرف. نعم. فإحنا من قبل يعني كنا مخططين إن جزء من مدخول المحل بيكون حق دعم الأسر والتبرعات الخيرية وهاي الأشياء. إيه نعم. فانتهزنا هالموضوع يعني هالفكرة إن نوزع بعض الرفوف مجانية إيه؟ حق الأسر المتعففة وحق جمعية السنابل الخيرية. إيه نعم. علشان إن تتمكن هالأسر من إنهم يعني إيه؟ يعرضون منتجاتهم بدون أي تكلفة عليهم، فيصير لهم مركز تسويق ومورد رزق. مورد رزق. إيه نعم. يفتحون فيه وشوي يعني شوي يصير ناس تعرفهم، ويمكن تالي بعد ما يتطور يسوون شغلهم بروحهم. صح صح. إيه. عدل. فهذه فعلا بادرة نشكرك عليها فعلا، وهذه هي الروح البحرينية الأصيلة اللي احنا متعودين عليها، واحنا قد ما نقدر قاعدين نحاول ان نسوي لهم الإعلانات ونسوي لهم التسويق علشان انه يعني كثر ما نقدر انه يكون مدخولهم زين ويقدرون بعدين يعتمدون على روحهم سواء عندنا او انه يأجرون بعد في اماكن ثانيه. إيه؟ يتوسع عندهم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الشيخه، شلون انت تعرفتي على ام محمد؟ شلون صارت شلون انتوا تواصلتوا يا بعض؟ تواصلنا من جمعيه سنه بالايتام. اي نعم. هي كلمتها هي كلموها يعني ان هي تبي تتبرع وتعطي أسرة محتاجة. إيه؟ عشان تدعمهم. أوكي. عشان يحطون عشان نحط أغراضنا في محلها. أوكي. وهل تأخذ عليكم أي أجار؟ لا ما تأخذ ولا شيء. أم محمد، زين، وش تحطون بالضبط هني؟ شو تعرضون من منتجاتكم؟ نحط الكوفي. إيه نعم. والسويت. إيه نعم. وموالح. إيه نعم. ومن يعد الموالح اللي عندكم الأشياء؟ موالح أمي. الوالدة. إيه نعم. الله يعطيها الصحة والعافية. الوالدة شو اسمها؟ صبرية. احنا نوجه تحية حق الأخت صبرية. صبرية حمدان. إيه نعم. نوجه لها تحية، وهي طبعا واقفة وياكم ومساعدتكم دائما، والله يعطيها الصحة والعافية. أعزائي فاصل ونرجع نواصل قصة التعاون، قصة بيانو كافيه، قصة التناغم بين شابة قامت بفتح مشروع وفي نفس الوقت تناغم العمل الحر أو العمل التجاري ويا حبها في العمل الخير، وإن شاء الله المردود يكون مضاعف أضعاف مضاعفة. لا تفوتكم هالقصة المميزة، كونوا معنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من بعد الفاصل. بنواصل قصتنا ويا شيخة علي عبد الله وكذلك صاحبة محل بيانو كافيه الأخت بدور إبراهيم الماجد. شيخة، شكد صار لكم أنتم تتعاونون مع بيانو كافيه وهم داعمينكم في هذه المشروع؟ يعني من بدينا وياهم سنة تقريبا. وهل شفتي أن المبيعات تزيد مع الوقت؟ أيه.
زين، هل قمتي هاي الشيء شجعت تضيفين اصناف انت واختك تضيفين اصناف؟ نضيف اكثر لانهم يدعمون ويسوون دعوات اكثر. أوكي. في محلهم يعني في حسابهم. إيه نعم. يدعمون كل اللي يحطون لهم يعني. إيه نعم. فهاي يشجع ويخلينا نحط اشياء اكثر. تمام. ومثلا انتوا ايش كثر توردون حق بيانو كافي؟ اسبوعيا او كذا مره؟ شهريا. شهريا؟ لا يعني نحط كل ما يخلص. اي فانتوا تحطون كل ما يخلص يعني يمكن مرتين في الاسبوع على ما يخلص حسب الطلب. اي نعم. اي نعم. زين الاخت بدور، انتوا هنا عندكم كل الارفف ذي تخصصونها حق الاسر المتعففه ولا عندكم بعد تاجرون شيء؟ لا، هي في عدد معين يكون حق الاسر المتعففه، وفي عدد تقريبا النص يكون حق التاجير. والاجار هل هو رمزي او هو رمزي؟ يعني إيه؟ يعني جدا رمزي، مبلغ يعني هو متناول مثل ما تقولين الكل. إيه يقدر نعم. يعني شو تقدمون مثلا هين؟ شنو في اشياء غير الحلويات اللي اشوفها في الثلاجات؟ احنا عندنا يعني منتجات المحل الموجوده، الكوفي وهاي المشروبات والحلويات، وعندنا الأسر المنتجة يعني متنوعة. عندنا يعني البهارات عندكم؟ البهارات. نعم. المحاشي عندنا. نعم. البشاميلات والمعكرونات بأنواعها. نعم. وعندنا بعد يعني كل أسرة تكون مختصة بشيء معين يعني. هاي كل ما تنوعت الأسر كل ما تنوع العرض. ولو بقى شيء شو تسوون فيه؟ بقى شيء عندهم هما يعني الأسرة المنتجة عندها الخيار، اما ان هي تستلم وتتصرف هي بالاشياء اللي الزايد يعني. إيه نعم. واما ان تعطينا يعني التصرف ان نتصرف في الهاي، فاحنا نقوم نوزع على المحتاجين، نوزع على اي احد يعني. نعم. للرغبه انه يجرب مثلا نحطه كتسترات. إيه نعم. علشان انه يعني بعد ياخذون ترويج. ترويج. إيه اكثر. إيه حق. إيه نعم. المشروع. طيب الناس. انا بس ابي شوي تكلمين ام محمد عن يعني انت شنو خبرتك، شنو دراستك، يعني شلون وصلتي لهذا المشروع؟ يعني انا كانت دراستي عاديه في أدمن. إيه نعم. زين. اللي هو الإدارة. الإدارة. إيه نعم. وبعدين اشتغلت في عدة أماكن، اشتغلت في وزارات، اشتغلت في جامعة. ومن وين تخرجتي؟ تخرجت من معهد البحرين للتدريب. أوكي. البي تي آي. إيه نعم. واشتغلت تقريبا حوالي 23 سنة. وبعدين يعني كنت أخطط إن حق التقاعد يكون لي مشروع له دخل حلو. إيه نقدر. نعم. إن إحنا نواصل فيه يعني العمل. إيه نعم. وياتنا فكرة هالمشروع. بس ليش الطبخ بالذات يعني؟ الطبخ أنا أصلاً عندي هواية الطبخ. وكنت أتابع شي قبل على البرامج والكتب. نعم. ما شاء الله. نعم. وكنت يعني أجرب ويعني من الصغر. وصلنا فيه. وشلون تبتكرون هذه الوصفات؟ يعني شلون تعرفون أنه هذا بيكون عليه إقبال؟ شلون تختارون نوع وصفة محددة؟ أي إحنا نحط في بالنا هدف الوصفة، مثلاً نشوف الشيء الرائج هالأيام شنو اللي يمشي. أي نعم. ونأخذها ونجرب عدة وصفات. أي نعم. ونجرب على الناس، نوزع ونشوف. أوكي. رأيهم. أي نعم. بعدين نشوف نسبة القبول حق أي وصفة. أي نعم. وخلاص نعتمدها يعني. تمام. زين، وهل تستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي تروج حق شغلكم؟ أكيد أكيد. برامج التواصل الاجتماعي يعني عليها اعتماد كبير في هالمحل يعني عشان جذب الزبائن. عندنا انستغرام وهالاشياء والواتساب. وانت شلون تعلمتي تسوين القهوه؟ لان هاي القهوه بروحها يعني شغله لها يعني لها لها فن يعني نسوين. أي هاي القهوه المقطره هذه مو بالقهوه العاديه. اي نعم. اي نعم. هي المفروض يكون في كورسات وكذي يعني. انا ليه ما اخذت كورسات؟ بس ان اشتغلت تدربت عليها بنفسي يعني. أي نعم. الفيديوهات والناس والمعارف وهاي، وبدينا نجرب على فترة يعني على مدى التحضير للمحل يعني تقريبا 6 شهور احنا خذينا حق تحضير المحل. كنت ادرب نفسي عليهم ونجرب وناخذ راي الناس لما حد ما ضبط يعني. ومن البداية انت كان عندك احد يساعدك في المحل ولا كنتي بروحك تشتغلين؟ لا يعني انا الدعم الاول والاخير يعني بيتنا وعائلتنا، ابوي وزوجي وامي وعيالي ما شاء الله. أي نعم. كلهم كانوا داعمين وكانوا مساعدين وكلهم حطوا يدهم، كلهم شالوا وحطوا، والله يعطيهم الصحة والعافية. ويعني أشكرهم من هالمكان يعني على الشيء اللي سووه معاي عشان إنه المحل يكون له اسم ويكون له مكان في الهاي. مجهودهم كله الحمد لله على عينه دائما وعلى هذه الروح موجودة. وخصوصا يعني في البحرين الحمد لله يعني المجتمع يثق في المرأة ويدعمها ويوقف معاها. يعني الرجال والنساء الاثنين واقفين معاها. شو استفدتي من برامج تمكين وانت يعني تعتبرين المؤسسات الصغيره والمتوسطه؟ شو استفدتي من البرامج عشان تقدرين اكثر تطورين عملك؟ يعني احنا لحد الحين ما صار اي تعاون مع تمكين، بس يعني سمعنا ان عندهم برامج دعم واحنا قاعدين نحاول ان نتواصل معاهم عشان ان نرتب شلون يكون الدعم باي طريقه عشان ان نطور شوي في المشروع ونضيف عليه
منتجات زيادة ونوسع شوي عشان نقدر نستقبل بعد مشتركين زيادة ممكن هما يعني كمساعدة لنا وحق الأسر المنتجة بعد والمتعففين. بالتوفيق إن شاء الله. شيخة أنتوا ما فكرتوا تأخذون حق تيمز كوفي سجل افتراضي؟ لا. تعرفين كل اللي كلفكم 50 دينار في السنة، ولكن ممكن إنه وايد تستفيدوا من برامج تمكين. في برنامج المنحة اللي يعطونكم إلى حد 5000 دينار إذا كان عندكم فكرة مبتكرة ويساعدونكم، وهذه منحة ليس قرض. وبعد في عندكم برامج ثانية كثيرة اللي تقدرون تستفيدون منها، سواء للترويج، سواء للعلامة التجارية، سواء للمعدات. فيعني أنا فعلاً يعني أتمنى أنك تستفيدين من هذه الشيء الموجود. تمكين موجودة حتى تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعم كل رواد الأعمال البحرينيين، فهذه لا تفوتين هذه الفرصة لأن البرامج كثيرة اللي ممكن تستفيدين منها. أنا برجع لك أم محمد بسألك، وين تشوفين دي المشروع قبل فترة؟ هل عندك أي يعني طريقة للاستدامة أن تستمرين في دي المشروع؟ احنا يعني اول خطوه الحين عقب ما وصلنا لهالحد ان نزيد المنتجات. نعم. واذا زدنا المنتجات وزدنا عدد المشتركين فهو بحد ذاته هاي بيكون كجذب للزبائن. اي نعم. وبيطور عملكم على مستوى اوسع. بالضبط. نعم. بالضبط. وعيالك، هل العيال لهم رغبه في هذه العمل؟ عيالك ايش عندك من العيال الله يحفظهم؟ انا عندي 3 صبيان. الله يحفظهم. الله يحفظهم. اي نعم. حاليا يعني هم تركيزهم الاكثر على الدراسه. اي نعم. بس في اوقات فراغهم لا اكيد بيون معاي وبيشوفون الشغل وبيتعلمون شوي شوي. اي نعم. ويحطون يدهم، يعني لازم يجربون، يعني هالمهنه يبي لها ممارسه علشان انها تقدرين تضبطين الشغله عدل. فشوي ندربهم هني وشوي ندربهم في البيت، وان شاء الله يعني هو اولا واخيرا لهم اللي نشتغل فيه. لهم هو مشروع عائلي. مشروع عائلي. مشروع عائلي، فبدا بدعم العائله لك. صح. وان شاء الله ينتهي بان كل افراد العائله يكون لهم دور ان شاء الله. وتعرفين بعد الشباب كل واحد فكرته الجديده ويواكب يعني زمنه ويواكب ذوق الزباين نفسهم. اكيد. إينا. اكيد. فان شاء الله الحين احنا جاهزين حتى ننتقل نسوي بعض الوصفات. شيخه ايش رايك؟ اوكي شيخه، ايش بتسوي لنا اليوم؟ بنسوي الكوفي. اوكي. كراميل مكياتو، وبنسوي كرات الدايجستيف. تمام. اعزائي المشاهدين كونوا معنا بعد الفاصل ونشوف هالوصفتين المميزتين من شيخه علي عبد الله من تيمز كوفي. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. إحنا اليوم بنقدم لكم وصفة من شيخة علي عبد الله، هي وردة من وردات المؤسسة الخيرية الملكية، وبتقدمين لنا اليوم. شيخة إيش بتقدمين لنا؟ اليوم بقدم لكم وصفة أختي اللي تركرتها. أي نعم. اللي هي كرات الدايجستيف. كرات الدايجستيف. نعم. مكوناتها بستوق. أي نعم. الدايجستيف. أوكي. ورقائق الشوكولات. أي نعم. وكريمة القشطة. أي نعم. وبتخلطينهم مع بعض. طيب انت ايش سويتي في البسكوت؟ طحنته. طحنتي لحد ويكون نوع مويه. اي نعم. اوكي ابتدي وانا بسولف وياك. زين، فالحين احنا عندنا البسكوت، طبعا بسكوت الدايجستيف يمتاز بانه هو يحتوي على كافه اجزاء حبه القمح، ففي جنين القمح وفي النخاله. طبعا جنين القمح يعطينا فيتامين اي، والنخاله تعطينا الالياف، فكل فيتامينات بي طبعا وايد مهمه عندنا. بعض الفيتامينات بي حق الانسجه، وبعضها مهمه حق التركيز، وبعضها تحارب الارهاق. وطبعا القمح فيه مكونات كثيره، فيه الكربوهيدرات وفيه حتى نسبه من البروتين حسب نوع القمح. زين، فالحين الشوكولاته. شوكولاته طبعا كلنا نعرف، كلنا نحبها. الشوكولاته كذلك تعدل المزاج. فالحين احنا قلنا الفيتامين بي، بعضهم خصوصا بي 12 يخليك يبعد الاكتئاب ويخليك اكثر فيك حيويه، وهاي فوقها الشوكولاته. الحين بعدين قشطه. القشطه طبعا القشطه الكل يحبها، لكن فيها سعرات حرارية عالية، فلازم الواحد طبعاً لما يأكل حلو بهالطريقة بعد يسوي رياضة يحرق هذه السعرات. وذي الوصفة وايد مناسبة حق اللي يقومون بمجهود عضلي كبير، وحق الأطفال، وطبعاً كل شيء إحنا نستخدمه باعتدال. أوكي، فالحين تحركينهم مع بعض. ولا أسهل من كذي، شيء بسيط. أوكي، فبتحركينهم مع بعض. تبين أنت يكون عندك الخليط يتماسك مع بعض، صح؟ اوكي، ما حطيتي اي سكر، تنتي على السكر اللي موجود في البسكت نفسه. اوكي، بس بتحطين عليه صلصات ثانيه، صح؟ اوكي، ممكن تسوينه بيدك بعد، صح؟ اوكي. اي اوكي، اساعدك هني. ايوه، خلي هذه هني.
اذا بغيتي زياده قشطه قولي لي بزيد وياك. انتم عاده هذه الطبق تقدمونه الناس ياخذونه حق المناسبات حق شنو بالضبط؟ حق حفلات مناسبات اوكي. الناس يطلبون ياخذونها من نوفرها احنا في المحل يونو كافيه. اي نعم. فالناس يطلبونها منا. طيب يعني في المحل شلون يقدرون يتواصلون وياكم؟ انستغرام معكم؟ على انستغرام. اي نعم اللي هو تيمز كوفي. اوكي تمام. فالحين شلون العجينه صارت مناسبه؟ صارت متجانسه مع بعض. فالحين بتكورينها. اي اوكي نبتدي نكورها. اوكي تبين تالي نحطها في ذي الصحن؟ خلنا نقرب لك ذي الصحن. طريقه بسيطه وسريعه، ممكن حتى تطبقون هالوصفة والعيال بعد يشاركون يستانسون فيها. سهلة. اي نعم. ممكن تستخدمين انواع اخرى من البسكوت؟ ممكن. انا ما جربت بس ممكن اكيد ممكن. يعني اي نعم في انواع ثانية جاهزة ممكن نقدر نسويها على حجم اللي نبي احنا، للشكل اللي نبي احنا نقدر نتحكم فيها. اي نعم. وتقدرين بعد حتى الشوكولاتة تحطين انواع اخرى من الشوكولاتة. ممكن بعد تضيفين مكسرات. أي. ممكن تكون مقطعة ناعمة او محمصة بعد تعطي يعني قيمة غذائية زينة، وبعد في نفس الوقت تعطي مفاجأة كذي كل ما تاكلين نتفة شيء ثاني. اي نعم. فخلينا نواصل وبعدين بنكون جاهزين علشان نقدمها مع الصلصة اللي عليها عادة تخلونها. طيب فجدا بسيطة وسهلة وكل واحد يقدر يطبقها ومكوناتها موجودة في كل بيت. أي نعم. ايش رايكم اعزائي الفاصل ونرجع بعدين نشوف الوصفه الثانيه وتكمله هذه الوصفه البسيطه اللذيذه، كونوا معنا. اعزائي المشاهدين الحين احنا جاهزين حق الوصفه الثانيه من عند شيخه. شيخه ايش بتسوي لنا الحين؟ الحين بسوي لكم وصفه الكراميل مكياتو. اوكي. بنحتاج في الوصفه كراميل. اوكي. وحليب. اوكي. وقهوه مركزه. اوكي تمام. اوكي طبعا هاي تقدمينها بارده. اي بارده. اي اوكي تمام. اول شيء بناخذ الكراميل. اوكي. يعطي شكل حلو. اي. وطعم طبعا لذيذ. عقب بنضيف الحليب. هاي الحليب كامل الدسم؟ اي. اي نعم. بارد. والقهوه بعد سويتيها وخليتيها تبرد، أي. صح؟ اوكي. عقب بنضيف الحليب بنحط القهوه المركزه. اوكي. وبالعمد انت ما تبين تخلطينه. لا. تبي شكله يبين كذي. اي نعم. هذه اللي اختك وديتوه يوم كنتي في مدينه الشباب، صح؟ اللي وديت من الشباب وعجبهم وقاموا يسوون طلبات. أي. من عندكم. وعندكم انواع اخرى من القهوه؟ شو تسوون انواع ثانيه؟ نسوي روز. اي. وبستوشو. اي نعم. واللوتس. اي نعم. والكوفي يعني خالص. اي نعم. اي نعم. وبين وقت ووقت تسوون اشكال حسب طلب الزباين، لان الاكل اليوم كله موضات. أي. كل يوم الناس تهب في شيء. اي نعم. اختي هي ساعات تسوي اشياء جديده من عندها تطلع، يعني تضيف لنا نكهات من عندها هي. أي نعم. عشان يكون طعمه غير، عشان الناس ترغب له اكثر. هل تضيفون نكهات خليجيه؟ مثلا زعفران. اي زعفران ضفناه عندنا. أي نعم. يعني خاص حق الزعفران. اي نعم. اي هاي ضفنا له. زين تمام. فالحين احنا جاهزين بالوصفتين. أي. اعزائي فاصل نرجع ونراويكم الوصفتين مع بعض، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين الحين وصلنا للختام، نراويكم الوصفتين ويا بعض. شيخة الحين شنو اللمسة الأخيرة؟ آخر شيء بنحط الصوص الخاص فينا. أوكي. نحط الصوص. أي نعم. هذا الصوص الخاص بكم؟ أي. لأن احنا ما حطينا سكر، اعتمدنا بس على السكر. أي. اللي عندنا في. أي. البسكوت، فنحتاج شيء زيادة حتى نعطي الطعم. أي. أوكي. وبعد نقدر نحط كراميل. أوكي. يعني كل واحد ورغبته. أي. أي نعم. أي نعم. صار شكله شهي. ويضيف بعد حلاوة أكثر. أي نعم. ونكهة زيادة. أي نعم. شيخة أنتوا حين عادة لما تسوين هذه الحلويات أنت وأختك، أنت تدرسين فعندك. أي. وقت محدد، شلون تنظمين وقتك أنك تقدرين توفقين بين الدراسة وبين أنك تساعدين أختك؟ أنا أغلب الأشياء اللي أسويها أختي تسوي أكثر، تشتغل أكثر في الطبخ. أي في الطبخ. أي. أنا مثلا أدير الحساب.
نعم. في طلباتهم وعلى نعم يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. اي نعم. وانت وجه المشروع وجه تيمز كوفي، لان انا شفت انت لك رغبه ان الظهور وكذا وفاطمه ما عندها رغبه، هي تسوي، فانتوا كذي تكملون بعضكم بعض. تمام ما شاء الله. والوالده شلون دورها في الموضوع؟ هي اللي دعمتنا. اي نعم. شجعتنا، هي اللي علمتنا اشياء يعني. هي تعلمنا منها. اي نعم. عشان نسوي، واحنا نوجه لها تحيه، وهي يعني ما شاء الله عليها ربتكم عدل وقامت بدور ممتاز. وهي بعد تسوي اطباق الوالده. امي هي تسوي كوفي، قهوه نعم. عربيه. اي نعم. تسويها. يعني هي تحضرها كلها. وحق بيانو تسوي اي تسوي. اكلات. اي نعم. تسوي مثلا اذا اختي مو مشغوله تسوي، امي تسوي عنا يعني كلنا نعرف. والمالح تسوي الوالده بعد مالح اشياء ما تسوي. مالح. اي نعم. مثل شنو؟ ورق عنب. اي وكوسه وهالاشياء. تسوي محاشي. اي نعم. تمام. الله يوفقكم ان شاء الله. انتم ما شاء الله مثال يعني يحتذى للعائله البحرينيه اللي فعلا تكاتفتوا مع بعض وسويتوا مشروع، ويعني كل واحد منكم كمل حلم الاخر وساعد الثاني، وكل واحد منكم يسند الثاني. نتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله اشوفك في اعلى المراكز ان شاء الله باذن الله، وتحققين امنياتك انت واختك فاطمه. واعزائي المشاهدين، الوقت اللي نقول لكم مع السلامه، وان شاء الله نلتقي مع ابداعات بحرينيه اخرى وقصص نجاح اخرى، والله معكم.